هي طبعا الخطاب لكم المؤمنون جميعا بأنواعهم وألوانهم، لكن قيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليش؟ لأن فيه منافقون، يدخل لكم منافقون حينما أمرنا الله بالاقتداء به بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية في سورة الأحزاب، وإن كانت عامة لكن يعني ورودها في سياق سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون إذ جاءكم من فوقكم إلى آخره. قصة الأحزاب عجيبة، أحزاب زلزلوا زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنونا وزاغت الأبصار وبلغت الحجر الحناجر وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني كانت هزة كبيرة في هذا الموقف العصيب غزوة الأحزاب. الخندق هي غزوة الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه اقترح أن يخندق المدينة، لأن المدينة محاطة محفوظة بجبال محفوظة بالحرة، لكن في منطقة مفتوحة المنطقة الشمالية تقريبا مفتوحة في الخندق. فاقترح سلمان رضي الله عنه أن يحفر خندق، طبعا هذا من حضارة فارس وغيرها، العرب لا يعرفون الخنادق، فحفر خندق حتى لا يأتي الكفار ويقتحموا المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار به سلمان، حفر الخندق ولهذا تسمى غزوة الخندق. وتجند الجنود، جنود القريش مع القبائل العرب، وحتى إذا خان المنافقون وخان بعض اليهود. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، وهم يعني كما قال الله زلزلوا زلزالا شديدا وهم يحفروا الخندق، وقفت صخرة في الطريق في خندقهم فما قدروا عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفأس فضرب الصخرة، لكن عجيب ضرب الصخرة وكسرها معنويا وحسيا. كيف؟ في أول ضربة قال الله أكبر، لقد وريت كسرى القصر المدائن القصر الأبيض في المدائن. والضربة الثانية لقد وريت قيصر، والثالثة لقد وريت صنعاء، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. المسلمون ولا سيما المنافقون، حتى قال المنافقون نحن محاصرون ومحاطون، ومحمد يقول كان يتحدث عن كسرى وعن قيصر في هذه الوقت العصيب جدا، يريدون كأنهم يقولون بالسلامة نريد أن يفقدون، فكيف تتحدث عن كسرى وفتح؟ يعني كأنه يقول الله أن يفكنا من هلا الأحزاب المتحزبة، ويقول أبدا بل ولا يؤتي إن الله مفاتيح الكعبة. في هذه الأزمات العجيبة والدقيقة المؤمنون قالوا صدق الله ورسوله حقيقة، والمنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في الأزمات تتبين الامتحانات. هنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى نموذج أسوة. لا شك أنه هو أسوتنا في كل شيء، لكن أتى بها في بهذه المناسبة العصيبة عصب العصائب. ثم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا الخطاب لكم المؤمنون جميعا بأنواعهم وألوانهم، لكن قيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليش؟ لأن فيه منافقون، يدخل لكم منافقون، لقد كان لكم أيها المسلمون عموما، لكن لا يحسن الاقتداء والتأسي ولا يصدق ولا يحسن إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر. لماذا خص يرجو الله واليوم الآخر؟ لأن هذا مقابل المنافقين. المنافقون أبدا، المنافقون إيمانهم يظهرون لكن في الواقع غير مؤمنين. بل قال وذكر الله كثيرا. لماذا؟ لأن المنافقين لا يذكر الله إلا قليل. إذن إذا أردت أن تمتحن نفسك وتختبر نفسك في فعلا مدى يعني اقتدائك أو حسن اقتدائك
بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل، اختبر نفسك في التوحيد، اختبر نفسك في التعلق بالله، اختبر لمن كان يرجو الله. ترى رجاء الله من أعظم التوحيد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا 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 من أظهر مظاهر تحقيق التوحيد. وذكر الله كثيرا، لأن ذكر الله كثيرا دليل على التعلق بالله، ودليل على أن القلب حي، ودليل على أنك فعلا يعني تعيش مع ربك سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيطك ويحفظك ويطلع عليك، هو الذي يدير أيامه وأقداره سبحانه وتعالى، فأنت تعيش يعني حقيقة التوحيد. فإذا تحقق ذلك تحققت فيك الأسوة الحسنة.